لدين بنية أو بيئة مناسبة لوجود التهابات جلدية مثل الإكزيما، وتتكثر الإصابة فيهم في الجلد ديال اليدين ديالنا. هادشي علاش خصصنا لهم فقرة من الصحة اليوم باش نتكلموا على كل ما هو أمراض الجلدية والتهابات الجلدية. دكتورة ليلى بشرى، صباح النور. صباح النور سميرة. فعلا غنتكلم على الالتهابات الجلدية ديال اليدين، ولكن غنتكلم على واحد الالتهابات خاصة اللي هاد اليامات كنشوفوها بكثرة. عندها علاقة مع هذا الشيء لأن أكثر استعمال المطهرات الغسيل ديال اليدين اللي ماشي هو دائما في الصالح ديال الصحة ديال الجلد ديالنا. تكلمي يا دكتورة على هذا المشكل اللي وليتوا تلاحظوه كثير في هذه اليامات هذه. فعلا هذه اليامات مع الاستعمال المفرط ديال المطهرات والغسل اليدين بشكل كثير أثناء النهار، فبدات كتظهر التهابات على اليدين. غنفرقوا ما بين جوج الأنواع. كاين التهابات مرضية ديال اليدين، ديال البشرة ديال اليدين، بحال دابا كاين عندنا الصدفية، عندنا الإكزيما، بعض المرات تقدر تكون لنا تعفنات بحال الفطريات. ولكن اليوم غنتكلم بالضبط على دوك التهيجات ولا الالتهابات الحادة اللي بواحد الشكل مباغت كتبان في اليدين ديالنا. الوغ كما قلت كاين استعمال مفرط ديال هاد لي زانتيسيبتيك والمطهرات. الواحد باش كيبدا كيحس فالبشرة ديالو كتبدا كتنشف، كتبدا كتقشر، كتبدا كترهف، كيكون فيها احمرار وكتبدا كتحرق. كنحسوا بدي بغولور في البشره ديال اليدين ديالنا اكزاكتومون. وهنا عندنا جوج بحال هكا دو دياغنوستيك. كاين الحاله اللي هي اكثر انتشارا، هما التهيجات او التهابات ديال اليدين. علاش من كيجيو هاد الالتهابات؟ لان عندنا واحد الحاجز في البشره ديالنا كتسمى لا باريير هيدروليبيديك. هاد لا باريير بكثر تما كنغسلوا يدينا وبكثر تما كنستعملوا هاد لي زانتيسيبتيك، فهاد لا باريير ولا هاد الحاجز اللي كيكون في الطبقات العلويه ديال البشره ديالنا فهو كيمشي. دونك البشره ديالنا بحال كتولي عريانه، اي اغريسيون جات من الخارج فهي كضرها اكزاكتومون. دونك كيكون واحد الاحمرار كثير، واحد الحرقه بزاف، والحكه كتكون قليله. الوغ شنو هو الحل في هاد الحاله؟ الوغ في هاد الحاله كنلاحظوا ان الناس لما كيبغيو يستعملوا كريمات مرطبه فحتى الكريمه المرطبه ما كيبقاوش يقدروا يديروها، كتولي كتحرقهم وكيكون احمرار في اليدين ديالهم. دونك في هاد الحاله خصنا نستعملوا دي كريم سيكاتريزونت، كريمات اللي كتلئم الجروح وكتكون مضاده. ما عندناش الجروح، راه ما عندناش الجروح، ولكن كتبان لك اليد ملتهبه. الوغ هاد الكريمات كتكون فيهم ماده البونتينول، الكويفر او الزنك. دوك هاد الكريمه غنستعملوها عده مرات في اليوم، ماشي جوج او ثلاثه المرات، كنقدروا نمشيو خمسه حتى لعشرة المرات في النهار باش نحاولوا هذاك الحاجز الوقائي اللي عندنا في الجلده ديالنا يعاود يتبنى ويعاود يتكون. فاش كدوز واحد ثلاث ايام كنقدروا ندخلوا الكريمه المرطبه. دونك كنوليو نناوبوا ما بين الكريمه اللي كتلئم الجروح او لا كريم سيكاتريزونت والكريمه المرطبه. تقريبا من مورا اسبوع اليدين كيوليو لاباس، وهنا كنحيدوا لا كريم سيكاتريزونت وكنبقاو نستعملوا لا كريم هيدراتونت عده مرات في النهار. في هذه الاثناء هذه كيفاش نعقموا اليدين ديالنا؟ نحاولوا ما امكن اننا نستعملوا الماء والصابون في بلاصه المطهرات. الوغ بالنسبه للصابون نشريو صابون اللي يكون سور غران، اللي يكون ميدم، يقدر يكون ان بان بحال ان صابون ولا ان جيل سور غران. دونك نخليوه لينا للاستعمال الشخصي ديالنا، فهو ما كيحافظ لينا على هذاك. الوغ بالنسبه لي زانتيسيبتيك نخليهم غير في الاوقات اللي ما نقدروش نلقاو فيهم الماء وما نستعملهمش بطريقه، لان كنلاحظ بان الناس واحد الوقيته كيولي واحد الاستعمال كيولي واحد الاستعمال جد مفرط. هو اننا واش حنا دابا في داخل الدار وكنديروا لانتيسيبتيك؟ لا لا داخل الدار اش غندير لانتيسيبتيك؟ والصابون. دونك نحاولوا ما امكن نقنوا الاستعمال ديال نقصوا من الاستعمال ديال هاد لي زانتيسيبتيك. الوغ كاينه الحاله الثانيه، هي اقل انتشارا، هو ليكزيما دو كونتاكت. هو ان الشخص فجاه كتجي واحد الحكه مفرطه في اليدين ديالو، كيبانوا حبيبات صغار، كيسيلوا شويه بالماء ومن بعد كينشفوا، وفاش كينشفوا كيولي تقريبا الحاله كتشبه الحاله الاولى. هنا كيولي داك كتولي لا الحريق، كتولي لابو ديالنا بحال كتحرقنا ولا كتكون اون ايريتاسيون الوغ التهاب. الوغ في هذه الحاله هنا عندنا اكزيما دو كونتاكت، هو اننا واحد الماده اللي كتكون في هذه المطهرات الدات ديالنا ما كتستحملهاش. في هذه الحاله العلاج كيكون مختلف، فحنا كنستعملوا كريمات اللي فيهم ماده الكورتيزون لان هي اللي غتحيد لنا الالتهابات اللي عندهم علاقه بالاكزيما. الاستعمال ديال هذه الكريمات كيكون بوصفه طبيه، وكنستعملوهم لواحد المده اللي كتكون معينه وكننقصوهم تدريجيا. ومع هذا الاستعمال كنستعملوا كذلك كريمات مرطبه، مع العلم انه بزاف الناس ما كيكونش عندهم ليكزيما، كيكون عندهم الحاله الاولى اللي تكلمت عليها اللي هي ليغيتاسيون، وكيستعملوا هذا لو ديرموكورتيكويد. كيمشيو لها ديريكت. شنو كيوقع؟ تداوي شخصي بوحدهم. هنا
كنزيدوا الطينه بله. في هذه الحاله بحال قلتي الشخص لما كيدير داك لا كريم كورتيكويد كيحس بالراحه، ولكن الغد اللي كتصبح يديه مكرفصه اونكور بلوس حيت يزيد راحه فايك. اكزاكتومون. دونك نخليو هاد لي كورتيكويد للوصفه الطبيه باستشاره طبيه، ولهاد الحالات اللي كيكون عندنا فيهم غيالمون ليكزيما. الوغ بالنسبه للناس اللي عندهم ليكزيما دو كونتاكت مع ان برودوي انتيسيبتيك، ما عندهمش باقي الحق انهم يستعملوا لي زانتيسيبتيك، لانه بالتالي غادي يحاولوا ما ان كان يغسلوا يديهم بالماء والصابون، يتفاداو انهم يقيسوا سادير الا كانوا في واحد المكان ان يديهم ما يقيسوش بها الوجه ديالهم، الانف العينين ديالهم يحاولوا ما يوصلوهمش للوجه ديالهم. دونك هذه واحد الطريقه باش نحاولوا نقصوا من المشكل ديال العدوى ديال داء الكوفيد. واضح. حتى نظن بان تكلمنا على كل شيء. شكرا لك دكتوره ليلى بشرى. بقوا معنا مشاهدينا، مروا لحظه لفقره البيئه والسلوك الحضاري.